يا جماعة، العمود اللي عليه اليوفط بتاعت الدكاترة في برج التحرير، العمود بيتحرك يمين وشمال، ورجالة الأمن دخلوا وقفلنا الطريق. وربنا يستر، هيحاولوا ينزلوا بقى. هو ينزل لوحده. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. وقعوا الحمد لله، ورجالة الأمن هم. بتوع الخردة فين بقى؟ شو يبيعوها؟ يلا. ثلاث عمدان 6 متر، أربع عمدان 6 متر، 7 6 متر. زي ما أنتم شايفين يا جماعة. أه تشيل على الخردة على طول. أه. أصل آخر المسألة زي ما انتوا شايفين بقى، دي كيرنس كلها اتجمعت. لحظة سكوت. اي خدمة يا جماعة. انت يا استاذ حبيب قلبي عم اشرف، عامل ايه يا حبيب قلبي؟ بتصور؟ اه وانا في البرج هنا. يلا يا باشا، يلا يا عم اشرف اهو بتاع المرور ماسك الكرنس منور، منور الدنيا كلها. يا رشدي يلا تقطعوا الطريق، يلا يا شباب يلا. يلا الحمد لله ان ما وقعتش على حد يا جماعه، الحمد لله ان هي ما وقعتش على اي حد. انت تصور ما تصورناش بقى، انت جبت اللقطه من الاول. اه طب بعدها لي هتخش على الصفحه هتلاقيها.